أين أمس الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، وأنا ماشي في ساعة عصرية بحسن نية قابلت المعلم زهران يا جماعة هو في الأراضي كان في الغيط. مساء الفل يا معلم زهران. الله يبارك لك. إحنا الله يكرمك يا معلمي، الله يبارك لك. كنت فين بالشابة دي كده؟ والله الشابة دي ما كنت بطلق عليها. يعني كانت صرفة؟ أي كانت صرفة يا جماعة اهيت، وطبعا بيلقحها المعلم زهران الله يبارك له ويصلح حاله بسم الله ما شاء الله. كسر ست سنات. كسر ست سنات بسم الله ما شاء الله. كسر ست سنات يا جماعة بسم الله ما شاء الله على الحلاوة والطعامة. بقرة صلاة النبي عليها الله أكبر. كم ولد اللي ببطنها بقى كده؟ دي التالت كده. كده التالت اللي ببطنها يا جماعة بسم الله ما شاء الله الله أكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا إله إلا الله، ربنا يبعد عنه عننا البلاء يا رب اللهم أمين الله أكبر بسم الله ما شاء الله. سعرها كم بمرض الله؟ ها؟ بمرض الله سعرها؟ والله جنيتها معلمي. فمش هتبيعها طيب؟ عادي نبيعها عادي. طب عاملة كم بمرض الله؟ ها؟ عاملة كام؟ والله يا معلم بتاعت البيت ما نقدرش نحدد عشان ما نحرموش منها. طب اللي تواصل معاك يقول فيها طبعا، ولو السعر عجبك تبيعها عادي. الله يبارك لك. ادينا رقم تليفونها. 011 011 45 45 33 16 16 33. المعلم زهران كاري لسه متلقحها دلوقتي يا جماعه في رزق اللي هياخدها. 350 جنيه ب 350 امريكي. امريكي الله أمريكي. اكبر يعني بتلقيح امريكي. ايه. منين حته يا معلم؟ ها بيبقى عند مين التلقيح ده عشان لو حد برضه عايز؟ من الدكتور. دكتور طبعا بيبقى عنده التلقيح. ايه. اللهم صل عليك يا نبي. لقحتها امريكي. ايه. بسم الله ما شاء الله. هتجيب شاب امريكي او شابه امريكيه برضه؟ ايوه الطعمه انتايه. الطعمه انتايه بسم الله ما شاء الله. وانت بتحدد الطعمه برضه؟ ايوه بتحدد الطعمه. سبحان الله. طعمه ايه. بتتحدد ايه. الذكر والنتايه؟ ايه. سبحان الله الله اكبر. زي ما انتوا شايفين يا جماعه اهوت بسم الله ما شاء الله. يعني الطعمه كده انت حطيت لها انتايه؟ ايوه انتايه. بسم الله ما شاء الله. رزق اللي هياخد الله اكبر. ولسه حلب. لسه حلبه دلوقتي؟ ايوه لسه حلب. يعني حلبتها قبل ما تلقحها؟ ايوه. الله يبارك لك يا معلم زهران ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب يا رب حبيبي. عشان خاطرك يا معلم وائل اللي هو عاوزه في حالك. الله يبارك لك يا معلم زهران. صباحك ابيض الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. أمين. اهم حاجه البني ادم يعود بقه على ذكر الله والسلعه الحلوه. والسلعه الحلوه طبعا. قول لا اله الا الله. ماشي يا معلم. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا نبينا محمد رسول الله. الله يبارك لك ويصلح حالك يا معلم زهران. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.